ولا يدرى ماذا بقي بيد السلطة من سبيل لإسكات الشعب كرها أو قهرا غير أن تحرقه أو تهجر جماهيره العريضة وتخلي هذه الأرض منه. كل السبل التي سلكتها السلطة أمنية كانت أو إعلامية أو سياسية وأنفقت عليها من أموال الوطن ومن مساعدات الخارجية ما يعمر البلاد ويحل الكثير من مشاكلها المؤرقة ويمثل شيئا من الإصلاح، إنما اتجهت لإسكات صوت الشعب مع استمرار الحرمان والتهميش والإقصاء والإزدراء وانتفاء الأمن. أما سبيل الحل المنصف والمفضي لصالح الوطن كله والكفيل بوحدة المواطنين وبناء العلاقات المتينة بين صفوفهم فكأنه لا يوجد على الإطلاق، أو لا تدري عنه السلطة ويعجز فهمها عن الوصول إليه. والواقع أن لا شيء من هذا كله هو السبب، وإنما السبب الوحيد هو أنها لا تريد هذا الحل، وكل فرارها من تبعته وكل محاولاتها أن تهرب منه. بقاء السلطة على هذه المحاولات لا يعني نوعا من الحل، ولا يحقق غرض الخنق لصوت الحرية واستمرار حالة الاسترقاق والاستئثار، وإنما يعني شيئا واحدا، ذلك لأن كل ذلك مستحيل، وإنما يعني شيئا واحدا هو تطويل عمر الأزمة والاستنزاف الحرام لثروة الوطن وإيقاف عجلة التقدم والمزيد من السفك لدماء أبناء الشعب ورفع مستوى عذاباته. فإذا كان هذا هو مطلوب الاستمرار على تلك المحاولات فهي قادرة وبكفاءة على تحقيقه. شعبنا له مطالبه العادلة وله قضيته الإصلاحية التي لا يتنازل عنها ولا ينساها ولا يتأثر إصراره عليها بنوع العلاقة بين السلطة في البحرين وأي حكم آخر، إيجابية كانت تلك العلاقة أو سلبية. لا ربط أساساً، ولا يقبل الشعب بأي ربط بين قضيته ومصيره من جهة وبين أي علاقة تختارها السلطة مع الخارج ونوع هذه العلاقة. وإدخال السلطة الشعب في أي خلاف بينها وبين أي دولة أو أي جهة أو حزب إنما هي محاولة من محاولات التملص المكشوفة من استحقاق الإصلاح، ونوع من أنواع الهروب المخادع مما يلزمها من الاستجابة لمطالب الشعب. أمة يتعلق بها أمل إنقاذ الأرض، كل الأرض، من ويلات الجهل والكفر والضلال والاحتراب والفوضى والدمار والنهاية المخزية. هذه الأمة توزع أشلاء، تبعثر أبعاضا، تمزق، تفتت، ينشر فيها الرعب، يبث فيها الفزع، تعمق فيها العداوات، تزرع فيها الفتن، تؤجج فيها روح الاقتتال. يفعل ذلك في كل أوطانها بكل شعوبها، تذكى فيها روح الطائفية على أشد درجة من درجات التهابها. تملأ الفئات والأحزاب بأخطر صور الحقد الأسود المنتن. كل ذلك يجري على يد السياسة الظالمة وأطماعها غير المشروعة، دناءتها، جاهليتها، سقوط أخلاقيتها، الإباحية التي تحكمها. يزيدها ولوعاً وولوغاً في مشاريعها التجزيئية المدمرة أنها شعرت بعد الصحوة
والتوراة والحراك العربي وسقوط عدد من الأنظمة القمعية التي تحكم أقطاراً من أقطار الأمة بالحديد والنار بفعل بركان الثورات بجدية التهديد، وأن يطيح بها المد الثوري كما أطاح بما يماثلها. كان هذا باعثاً كبيراً للنظام العربي القديم ألا يدع لهذه الأمة ولا لشعوبها فرصة للراحة أو مجالاً للانسجام والتلاقي أو خيطاً من خيوط الأخوة الإسلامية، ولأن يصر على إشغالها بالخلافات والنزاعات المهلكة التي تعمها وتتخلل كل صفوفها عن قضية المطالبة بالحقوق والإصلاح والتغيير. ويساعد على تعميق الجراحات وإلهاب الصراعات وإذكاء روح الفتنة فهم مناف للإسلام تمام المنافاة ممن يؤمن به، ممن يؤمن بالإسلام نفسه. مطامع دنيوية تتستر باسم الإسلام وتجد فيه منفذا لمشتهياتها، رعاع مضحون ينعقون وراء كل ناعق، باعة دين وضمير وأمة لا يقدسون إلا المال، وليس لديهم مقدس يحجزهم عن أي ارتكاب أي إثم في سبيله. وشعار الطائفة وشعار المذهب هو الشعار المختار اليوم والمفضل عند من لا يرحم الأمة ولا يراعي حرمات الله ولا يهمه أمر دينه ولا يقدس إلا كرسي حكمه وسلطانه، وهو الأكثر امتطاء من هؤلاء الذين ابتليت بهم الأمة لنشر الفتنة وتفجير الأوضاع وهدم وحدة الأمة وتفتيت كيان الشعب الواحد وتمزيق أشلائه. الفتنة الطائفية اليوم تزحف إلى كل شبر يمكن أن تتواجد فيه من الوطن الإسلامي لتأكل أخضر هذه الأمة ويابسها. من كان في قلبه خشية لله، توقير لدينه، حرص على عز هذه الأمة وقوتها ووحدتها، اعتزاز بوطن الإسلام، احترام لإنسانية الإنسان، ووجد من نفسه القدرة على فعل أو كلمة تساعد على الوقوف بالفتنة الطائفية عند حدها الذي وصلت إليه والتخفيف منها والإسهام في إطفائها في البلدان التي تحترق بها، كان عليه ذلك واجبا دينيا لا فكاك له منه، وثبت عليه لزاما شرعا أن يفعلها في هذا السبيل كل ما يمكن. وحدة وحدة إسلامية، 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 لا سنية لا شيعية، وحدة وحدة إسلامية، لا سنية لا شيعية، لا شيعية لا سنية، وحدة إسلامية. أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات في البحرين وغير البحرين، ليكن شجبنا واحدا، استنكارنا واحدا، رفضنا واحدا، إدانتنا واحدة، تجريمنا واحدة، وليكن كل ذلك بشدة شديدة واحدة لكل عدوان من شيعي على سني أو من سني على شيعي، ولكل نيل من دم هذا أو عرضه أو ماله من ذاك أو ذاك من هذا، لكل سب وشتم وهزء واستخفاف بغير حق لا يرضي الله ورسوله.
لكل تحريض وحث على هتك الحرمات، لكل حجب لحق من حقوق أي مسلم، لكل ظلم ينال أحدا مسلما أو غير مسلم. هكذا يريد لنا ديننا أن نكون، ومن قال غير هذا فهو مبطل. والذين يستدعون الفتنة الطائفية والمذهبية المشتعلة من وطن من أوطان الإسلام إلى آخر منها، ويعملون على استصدارها، يسيئون للإسلام ولوطن إضافي من أوطانه وللأمة الإسلامية قاطبة، ويزيدونها اشتعالا والتهابا، ويمدون في عمرها في البلاد التي تعاني من ويلاتها وآثارها المدمرة والجاهلية فعلاً.